محتار ومش عارف تصيف فين، وبتدور على مكان حلو أولادك يغيروا جو فيه ويبقى متاح ليهم لعب وتنطيط تروق عليهم بعد زنقة الامتحانات، وفي نفس الوقت خايف على الميزانية؟ اسمح لي أقولك ما تخافش، جهز شنطتك ويلا بينا وصف لك مصيف متكامل في مية وشمس وشط ممهد والبطاطا زي ما تحب، وتقعد تاخد لك تاني غير لونك، كل ده موجود وهتلاقيه في مدينة جمصة اللي هتنبهر وتتفاجئ بجمالها، ومش هتصرف كتير خالص وهتبقى خروجة حلوة بأقل تكلفة. تعال أقولك إزاي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كده رضا. في البداية خليني أطمنك وأقولك إن شواطئ جمصة مجانية وفيها حدائق كتير حلوة دخولها ببلاش. تخيل بقى العظمة، شاطئ كبير مجهز تماما بطول 7 كيلو على البحر المتوسط، الدخول ليه بدون ولا منديل، وهتلاقي أماكن كتير عشان تستحمى بعد ما تخرج من المية. العظمة بجد إن لقيت الممشى المجاني ده ممهد لذوي الاحتياجات الخاصة. مش بقولك هتنبهر بجمالها وتجهيزاتها؟ ما تيجي في الأول أقول لك تروح مدينة جمصة إزاي. حاول تتحرك بدري وافطر كويس في بيتك، وخد لك أي حاجة توديك موقف عبود، وأسهل وأبسط حاجة هتلاقيها مترو الأنفاق. هتنزل محطة المظلات ومن هناك ممكن تتمشى أو تاخد لك ميكروباص ب4 جنيه هينزلك عند موقف عبود، ومن هناك هتلاقي ميكروباصات بتروح مدينة جمصة مباشرة. الطريق بياخد له حوالي 2.5 ساعة، وتمن الفرد ب55 جنيه، وبالمناسبة دي أغلى حاجة في الخروجة هي المواصلات. الميكروباص ده هينزلك في موقف جمصة العمومي، ولو كملت 10 دقايق ماشي على رجلك هتلاقي البحر في وشك، وممكن تاخد لك توك ب10 جنيه هيوصلك الشاطئ، المسافة بسيطة أصلا. الجميل بقى في شواطئ جمصة إن كل حاجة أسعارها على قد الإيد قوي، ونزول البحر ببلاش، ولو عايز كرسي على البحر هتدفع 20 جنيه، والشمسية ب40 جنيه، أما لو معاك الكرسي بتاعك هتقضي يومك على الشط بدون ولا مليم، وهتشوف المراكب رايحة جاية على امتداد عينك، وهتفصل بالمنظر الحلو اللي قدامك ده. المميز بقى في مدينة جمصة إن هتلاقي ممشى رائع بطول الشاطئ، ده لو عاوز تتمشى وتشوف البحر، وفي كمان برجولات كبيرة ومقاعد كتير بدون فلوس، ومسطحات خضراء هتريح عينك على البحر اللي مليان يود هيخرج منك أي طاقة سلبية. هتلاقي كمان حمامات كتير هتقدر تغير فيها هدومك عشان تبلبط، وكمان على امتداد الشاطئ هتلاقي أماكن تقدر تستحمى فيها، وهتلاقي ناس بتبيع آيس كريم ومخبوزات بيتمشوا على الشاطئ، لو حابب تشتري منهم براحتك، أسعارهم كويسة وتقدر تفاصل عالي. الممتع بقى بجمصة إن فيها أكتر من حديقة بمسطحات خضراء دخولها ببلاش، هتخليك تفصل جدا، وفيها مقاعد كتير، ده بخلاف الشوارع الواسعة اللي هتلاقي فيها استراحات مجانية. أما الخدمات في مدينة جمصة هتلاقي كل اللي تحتاجه متوفر، محلات ومطاعم أسعارهم عادية، وكمان هتلاقي بنوك ومستشفى حقيقي المدينة متكاملة، وطبعا الشوارع لطيفة جدا وواسعة، وكل شارع متوفر فيه محلات وسوبر ماركت ومقاعد خشبية، وهتلاقي كمان عجل ممكن تلف بيه في المدينة، وكمان كيدز اريا للأطفال وملاهي كتير للكبار، ده بخلاف حمامات السباحة والكافيتريات، كل ده موجود وأسعاره في المتناول. لو خلصت قعدة البحر روح كمل يومك في أي حديقة بجد الحدائق في جمصة ببلاش، وهتلاقي فيها مقاعد وأشجار ونخل ومسطحات خضراء مريحة للعين، ومسارات كتير للمشي. لو حابب تخطف لك يوم في شقة قريبة من البحر لقيت الأسعار بتبدأ من 250 جنيه، وكل ما تبعد عن البحر السعر بينزل وبيوصل ل 150 جنيه ده في الليلة الواحدة. وزي ما قلتلك ما تخافش من أسعار الأكل، إن كل حاجة موجودة وأسعارها في المتناول، وكمان المميز سعر السمك اللي لقيته أقل من العادي، وبيتعمل لك زي ما بتحب سواء مشوي أو مقلي، وممكن تاكل في المطعم عادي جدا. خليني أقول لك إن جمصة مدينة متكاملة وحلوة هتقدر تصيف فيها أنت وأولادك بأقل تكلفة، جربها وحقيقي هتتبسط.